يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوصاني بعض الإخوة عندما أردت الذهاب إلى المدينة أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورا ما يسلمه من متانه، هذا ما هو مشروع. صلوا علي حيث كنتم، ما هو مشروع أنك توصي بالسلام على الرسول، هذا ما هو مشروع. صل عليه وانت مكانك في المشرق أو في المغرب. نعم.